اعتاد عبد الرزاق الهرتاف أن يكون البقال الكائن في مدخل الزنقة التي يسكنها محطته الأخيرة قبل أن يدخل مسكنه في ديار سعادة بحي سيدي مومن في الدار البيضاء. يحدث ذلك كل مساء بين 7:30. يقال إن الرجل الذي يقدر البعض أن يكون في 50 قد تزوج منذ بضعة أشهر، ولكن لا أحد رأى تلك التي تزوجها. لعل البقال الذي يناديه الجميع بعلال كان الأكثر اطلاعا على التبدل الذي عرفته حياة الرجل، فقد صار يشتري أشياء لم يكن يدرجها من قبل في مشترياته، وزاد في كمية بعض المواد. لم يكن ذلك ليمر دون أن يثير اهتمام البقال ولا بعض ممن كانوا يلزمون بابه لأسباب لم تكن معلومة. لا أحد أنكر عليهم ذلك، ومع مرور الوقت صار اللافت للانتباه ألا يوجد أحدهم في باب البقال. لم يكن عبد الرزاق كأغلب الزبناء يزيد على الإلقاء بالسلام حين يمر بهم، ومثلهم كان يحس بحرج وهو يدلي بطلبه على مسمع منهم. حضورهم المستمر ذاك كان فيما يبدو وراء عدول كثيرين عن الحضور وإرسالهم أطفالهم، إلا حين يتعلق الأمر ببضاعة لا يقوون على حملها. ولعلهم نسوا أن فضول الذين يلازمون باب البقال جعلهم يعرفون أبناء كل واحد من الزبناء. من بين الذين لا يبرحون باب حانوت علال ذاك الذي ينادونه بلهادي، كان يسكن في ديار سعادة، رجل في 70 أو تجاوزها بقليل. كان لا ينهض من الصندوق الخشبي الموضوع بجوار قنينات الغاز إلا ليذهب إلى المسجد القريب. قبل 3 سنوات توفيت زوجته، لا يعرف له ولد، ولذلك صار يعيش وحيدا كما كان عبد الرزاق الهرتاف يعيش وحيدا إلى وقت قريب. الذين حاولوا النبش في ماضي بلهادي علموا أنه أمضى سنوات طويلة من حياته سائقا لشاحنة لنقل البضائع. كان يشحن السلع من الدار البيضاء ويمضي بها إلى مدن شمال البلاد. لعل ما راج من أخبار حول ماضيه ذاك كان البقال علال قناته الأولى. يقال أيضا إن الرجل ينحدر من قصبة تادلة، وإنه استقر في الدار البيضاء مذ كان في 20 من العمر أو دون ذلك بقليل. يثير الاستغراب أن أفراد تلك المجموعة التي كانت تلازم باب دكان علال لا يلعبون الورق ولا الضامة كما يفعل كثير من المتقاعدين والذين تقدم بهم العمر مثلهم، ولا يجدون غير ذلك لتزجية الوقت. في نظر زبناء علال لم يكن بلهادي يختلف عن الآخرين الذين يجلسون عند باب البقال، وقد قيل مرة إن أولئك الشيوخ إنما لديهم مهمة هم مكلفون بها. كذلك كان يقال دون تفصيل ولا توضيح حتى يبقى الغموض كاملا. وقد قيل أيضا إنهم مساكين لا يجدون متنفسا غير ذلك المكان. في كل الأحوال لا يرى علال الذي هو في مثل سن الواحد من أبناء هؤلاء الشيوخ بأسا في أن يقتعد الصناديق الخشبية التي تفرغ من الخضر والفواكه، ولكنه قليلا ما كان يخرج ليجلس معهم، ولعله كان يتخذهم مصادر لمعلومات حول أحوال الناس هي ذات أهمية قصوى بالنسبة إليه. قد يكون الأمر كذلك. رتيبة تمر الأيام، ثم ذات مساء من أواخر مارس من العام 2000 سمع جيران عبد الرزاق زغاريد تصدح في شقته. لم يكن لتلك الزغاريد لديهم سوى تأويل وحيد وضعت زوجته. صبح اليوم التالي تهامست نسوة من العمارة الخبر، وكذلك فوجئ عبد الرزاق بالبقال علال يهنئه، شكره ولم يضف سوى ابتسامة. كان علال ينتظر أن يكشف له عن جنس المولود، ولكنه لم يفعل. للمرة الأولى منذ أن سكن في ديار السعادة استقبل عبد الرزاق ضيوفا هم 3 نسوة ورجل واحد لم يخامر من رآه أدنى شك في أنه صهره والد زوجته، بالرغم من أنه كان يبدو في مثل سنه. ينتظر الجيران حفل العقيقة ويترقبون أن يأتي من يطرق أبوابهم ويدعوهم للحفل،
وقد صار ذلك في حكم الوارد لديهم لما رأوا امرأة ما لبثوا أن علموا أنها أم زوجة عبد الرزاق تتولى إحضار ما يحتاجه البيت من السوق. ظل عبد الرزاق يعود إلى المنزل في نفس أوقاته. ما تغير أنه لم يعد يمر عند البقال بذلك الانتظام، لعله يفضل وقد صار أبا للمرة الأولى أن يمضي إلى بيته لينظر إلى طفله الصغير. ظهر أحد صادف 26 مارس، بينما كان علال في البيت جاء أحدهم يطرق بابه، نهض مسرعا وفتح الباب. الواقف أمامه طفل يظن أنه من أبناء الجيران. قال الطفل: البقال علال يطلبك يا عم. البقال علال: نعم يا عم. قل له إني قادم. لم ينتظر الطفل كلمة أخرى وانطلق مسرعا. لم يتأخر عبد الرزاق، فبعد أقل من 5 دقائق وصل إلى الحانوت. كان هناك في باب الدكان 2 رجال وبضع نسوة وأطفال بعدد أكبر. تقدم مستكشفا، ما أن رآه علال حتى ناداه: تعال، يبدو أنها من أقاربك. لم يعلم عبد الرزاق عمن يتحدث علال. تقدم متوغلا في ذلك الجمع، فوجئ بأن المرأة الملقاة على الأرض هي أم زوجته. لم يكن قد انتبه إلى خروجها. تقدم منها، وضع يده على وجهها، تبدو على قيد الحياة. هاتني بعض الماء. ناوله علال قنينة ماء معدني ملئت إلى النصف، رش منها على وجه المرأة الواقعة على الأرض. لم تتحرك، يبدو أنها فقدت وعيها. رجع عبد الرزاق البقال أن يطلب الوقاية المدنية لنقلها إلى المستشفى. ظل بجانبها ينظر إلى وجهها عله يرصد ما يدله على استعادتها الوعي. بعد دقائق أطل علال وأبلغه بأن رجال الوقاية المدنية قالوا إنهم قادمون. حاول عبد الرزاق أن يقنع المتحلقين حول المرأة بالابتعاد، قال لهم إن طوقهم يهددها بالاختناق. تحرك بعض منهم، ولكن أكثرهم ظلوا أمكنتهم واقفين. بينهم وجوه ألف وجودها في باب البقال. لا أحد كلمه ولا أحدث له ذكرا عن الذي حدث. بعد أكثر من 1/4 ساعة وصلت سيارة إسعاف للوقاية المدنية. نزل رجلان يحملان نقالة، ثم بحرص شديد وضع عليها المرأة. قال أحدهما لعبد الرزاق: هل تقرب لك؟ نعم، هل أستطيع مرافقتها؟ هز رجل الإسعاف رأسه موافقا. في المستشفى سئل عن اسمها الكامل فأدلى به، ولكنه لم يكن يعرف تاريخ ميلادها، كما لم يكن يعرف سببا لسقوطها وفقدانها الوعي. سئل إن كانت تعاني من مرض السكري أو من مرض في القلب. قال إنها فيما يعلم لا تعاني من أي مرض. كادت الأسئلة التي طرحت عليه تشبه تلك التي وجهها إليه رجال الوقاية المدنية. قال إن البقال علال هو الذي أرسل في طلبه، وقد يكون لديه علم بالذي حدث لها. في قسم المستعجلات باشر طبيب فحص المرأة، بدا له أنها قد تستطيع استرجاع وعيها بعد وقت قصير، ورجح أن تكون تعرضت لهزة نفسانية. لم يكن على جسدها ما يدفع إلى الظن بأنها تعرضت لاعتداء ما. قال الطبيب إنه يعتقد أنها صدمت برؤية شيء ما، قد يكون مفرحا وقد يكون محزنا، ويبدو أن ذلك خلف في نفسها أثرا عميقا. قرر الطبيب الإبقاء عليها رهن المراقبة، وأن تمضي ليلة واحدة على الأقل في المستشفى. كان على عبد الرزاق أن يعود إلى البيت ليطمئن زوجته وصهره وابنتيهما. علم من صهره أن البقال أبلغه بأن زوجته وقعت أرضا وهي تكرر اسم الحسين. ومن هو الحسين؟ سأل عبد الرزاق. أنا لا أعرفه، ولكنني سمعتها كما سمعت من قبل أمها تتحدثان عنه. قالت لي إنه شقيقها الأكبر الذي اختفى قبل 50 عاما. أضاف الرجل أنه كان يود لو يستطيع الذهاب إلى المستشفى للإطمئنان عليها. هي بخير الآن. قال للطبيب إنها ستستعيد وعيها وإنها قد تعود إلى المنزل غدا.
لم يعقب الرجل بينما خرج عبد الرزاق وتوجه إلى حانوت علال، شكره على الذي قام به ثم سأله عن الذي حدث. قال إن المرأة ما أن اقتربت من باب الدكان حتى صاحت الحسين الحسين، ثم وقعت على الأرض. هذا ما حدث، وإذا خامرك شك فاسأل بلهادي الذي كان حاضرا. أين هو الآن؟ لا أدري، فقد غادر مباشرة بعد ذلك. لم يرغب عبد الرزاق في الذهاب إلى منزل بلهادي الذي قيل له إنه غير بعيد. في الغد اتصل بإدارة الشركة التي يعمل فيها واستأذن في الغياب. في المستشفى علم في مكتب الاستقبال أن حماته قد استعادت وعيها وأنها تنتظر أن يسمح لها الطبيب بالمغادرة. كان حموه برفقته، ما أن دخل عليها الغرفة التي تقاسمتها مع مريضات حتى بادرت زوجها قائلة: لقد عثرت على الحسين أخي، رأيته أمس عند البقال. طمأنها عبد الرزاق بأنه سيعمل كل ما في وسعه للوصول إليها. كان يظن أن الشخص الذي تعنيه حماته ليس سوى بلهادي. لم يتحدث علال البقال عن وجود شخص آخر لما حكى له الذي حدث. لما أذن لها الطبيب وغادرت المستشفى قالت إنها رأت شقيقها الحسين وإنه لم يتذكرها حتى وهي تناديه باسمه. كان في كلامها ما يؤكد ظنون عبد الرزاق، ولذلك ما أن استقرت في البيت تحيط بها بناتها وزوجها حتى تسلل ومضى إلى علال، طلب منه أن يدله على منزل بلهادي. دله عليه وأبلغه بأن الرجل لم يظهر منذ الذي حدث أمس. الحلقة الثانية والأخيرة. ما قاله علال البقال عزز لدى عبد الرزاق الهرتاف قناعته بأن الذي قالت حماته إنه شقيقها لن يكون إلا بلهادي الذي لا يبرح باب دكان علال إلا للذهاب إلى المسجد، الرجل الذي يعيش وحيدا بعد وفاة زوجته قبل 3 أعوام. اضطر عبد الرزاق أن يطرق باب بلهادي أكثر من 3 مرات قبل أن يأتيه صوت من عمق الشقة يستمهله. قبل أن يبلغ الباب سمعه يسعل، ثم انفتح الباب. منظر بلهادي بلا طربوش يجعله شخصا مختلفا. بدا وقد فاجأه حضور عبد الرزاق، هو وجه مألوف لديه، ولكنه فيما يذكر لم يتبادل معه حديثا من قبل. هل تسمح لي بالدخول بلهادي؟ صمت قليلا، ولما رأى تساؤلا في عيني بلهادي أكمل: أريد أن أسألك حول موضوع يهمنا معا. نظر إليه بعينين جاحظتين، ودون أن ينطق بكلمة واحدة أشرع الباب. دخل عبد الرزاق. كان أول ما اكتشفه صالون صغير به أثاث بسيط. المكان نظيف، على التلفزيون منديل صغير مطرز. اجلس، قال بلهادي. أنت هو عبد الرزاق ليس كذلك؟ نعم بلهادي. ولما رأى أنه ينتظر أن يفضي إليه بما جاء به استرسل: أعلم أنك لم تتوقع ربما أن أطرق بابك يوما ما، وها أنا فعلت. مرحبا بك، قال بلهادي الذي رغم الهدوء الظاهر على وجهه كان يبدو مستعجلا أن يعرف فيما جاءه عبد الرزاق. قل لي يا سيدي، هل كنت حاضرا أمس عندما جاءت امرأة عند البقال علال وسقطت عند بابه فاقدة للوعي؟ ظل ينظر إليه، بدا وقد شرد تفكيره. هم عبد الرزاق بطرح السؤال من جديد لما تكلم الشيخ. سألتني إن كنت حاضرا أمس. نعم كنت حاضرا لما جاءت تلك المرأة. قيل لي إنها حماتك. نعم بلهادي. لما أقبلت على الدكان سمعناها تصيح الحسين الحسين، ثم انهارت وفقدت الوعي كما علمت. أخبرني علال بذلك. الذي أريد أن أعرفه هو ما إذا كنت أنت بلهادي هو الشخص الذي نادته باسم الحسين. ضحك بلهادي حتى كاد يسقط طقم أسنانه من فمه، ثم ألم به سعال خفيف واحمرت وجنتاه. ولما هدأ توجه إلى عبد الرزاق: أضحكتني، قالها وهو يسترجع أنفاسه. أنا جاد فيما أقوله، المرأة لن تخطئ شقيقها. قالت إنه الحسين،
اختفى منذ ما يقرب من 50 عاما. منذ 50 عاما، قال بلهادي بنبرة لم تخلو من استنكار، هم بالضحك من جديد. كان عبد الرزاق يراقب ملامحه، بؤبؤ عينيه يتحركان سريعا في اتجاهات شتى. كذلك قالت: لا يا سيدي، أنا لست الحسين، الجميع هنا يعرفون أن اسمي الهادي، وكلهم يحترمونني وينادونني بلهادي. هل تظن أن كل هؤلاء الناس الذين أتعامل معهم منذ سنوات طويلة ينادونني بغير اسمي؟ صمت الرجل قليلا ثم عاد للكلام: أنا لا أنكر وجود متشابهين، ولكنني لست الحسين الذي تبحث عنه حماتك يا عبد الرزاق. لست الحسين؟ لا، لست الشخص الذي تبحثون عنه. اعذرني بلهادي، أنا شاكر لك سعة صدرك، مرحبا بك متى شئت. ودع عبد الرزاق بلهادي وهو ينزل السلم، كان يتساءل عما إذا كان هناك شبه ما بين الرجل والحسين خال زوجته، ثم قال لنفسه: هل تستطيع حماته أن تتعرف حقا على شقيقها الذي اختفى قبل نصف قرن؟ ما لا يختلف حوله اثنان أن العمر يترك آثاره واضحة على الملامح، فهل استثني من ذلك الحسين؟ مضى إلى البيت وقد قرر أن يتحدث إلى صهره وحماته بما دار بينه وبلهادي. تبدو المرأة حماته وقد بدأت تستعيد عافيتها بعد الذي حدث لها أمس. لما دخل الشقة كانت تجلس في الصالون وبين يديها حفيدها الجديد. كان صهره حاضرا، تردد ثم طلب من صهره أن يدخل غرفة ملاصقة للصالون. كان واضحا أنه يريد الحديث إليه في موضوع لا يرغب أن يسمعه آخرون. ما أن دخل وأغلق الباب حتى بادره عبد الرزاق بأنه التقى ذلك الذي ظن أن حماته كانت تقصده لما نادته باسم الحسين. أبلغه أن الرجل المعروف في الحي باسم بلهادي نفى أن يكون له اسم غير الاسم المعروف به. كان صهره ينظر إليه ويصغي باهتمام كبير، ثم قال: هل أستطيع رؤية هذا الشخص؟ بكل تأكيد، قال عبد الرزاق، إنه يمضي أغلب أوقاته عند البقال، وإذا ما مررت من هناك فستجده مع مجموعة من الشيوخ الذين يلازمون حانوت علال. مال عبد الرزاق إلى الاعتقاد بأن بلهادي قد يكون شبيها لشقيق حماته، وظن أنه بعد أن أفضى إلى صهره بما دار بينه وبلهادي قد أقفل هذا الملف، يرى أن الأمر لا يهمه شخصيا. في تلك الأثناء دخلت الغرفة، كانت قد أعادت الرضيعة إلى أمه، يبدو أنها جاءت تبلغهما بأن الغذاء جاهز. كيف أنت الآن؟ سأل عبد الرزاق. الحمد لله، أفضل مما كنت عليه. لم يكمل الحديث لما تدخل زوجها. قولي لي، هل تستطيعين التعرف على شقيقك الحسين بعد كل هذه السنوات؟ نعم، وأستطيع أن أتعرف عليه من بين مئات. أكيد أن بكلام المرأة مبالغة. إذن فأنت موقنة أن الرجل الذي رأيته أمس كان الحسين شقيقك؟ بلا أدنى شك. ثم تحدث عبد الرزاق: ولكن الرجل الذي رأيته أمس نفى أن يكون اسمه الحسين. هل رأيته؟ نعم، إنه لا يسكن بعيدا. هل أستطيع رؤيته؟ لم يتعجل عبد الرزاق في الإجابة، ثم قال: دعيني أرتب لك اللقاء معه. أخبريني، هل له علامة تميزه؟ نعم، ليس في كفه الأيسر سبابة. لم يكن عبد الرزاق قد انتبه إلى الأمر، لقاءاته السابقة بالرجل كانت عابرة عند حانوت علال. مساء ذلك اليوم رافقه صهره، قبيل المغرب كانوا هناك الأربعة أو خمسة الذين يلازمون باب الحانوت، وكان بلهادي معهم. تقدم نحو باب الدكان، رفع بلهادي بصره وقد سمعهما يلقيان بالسلام. نظر عبد الرزاق إلى كفه الأيسر وسرعان ما لاحظ أنه فاقد السبابة. نظر إلى صهره وواصل إلى داخل الحانوت. وهما عائدان إلى البيت قال عبد الرزاق: إنه هو،
نعم، رد صهره بلا تعليق. في البيت لم يخبر حماته بشيء، وقال عبد الرزاق إنه سيرتب لقاء مع الرجل في بيته مساء اليوم. قبيل العشاء كان الضلهادي الوحيد الذي بقي من مجموعته أمام الحانوت، سلم عليه بحرارة ولم يكن يفعل من قبل، ثم طلب منه إن كان مستعدا لاستقباله بعد العشاء، وأبلغه بأنه ربما لن يكون وحيدا. رحب الضلهادي، ولعله أدرك أن الرجل يريد الخوض معه في الموضوع إياه. اصطحب عبد الرزاق معه صهره وحماته، وقد فوجئ الضلهادي بوجود تلك المرأة معهما. لما صمت ولم يأذن لهم بالدخول، حسب عبد الرزاق أنه طاردهم، ثم وكأنه استعاد وعيه دعاهم إلى الداخل. لفت انتباه عبد الرزاق أن حماته لم تنفعل، ظلت تنظر صامتة إلى الضلهادي الذي حاول اجتناب نظراتها النفاذة تلك، ثم قالت له: الآن أيقنت أنك الحسين. ضحك الضلهادي كما فعل بالأمس، ولكن الوجوه التي أمامه لم تشاركه الضحك. اكتفى عبد الرزاق بابتسامة. أنت الحسين، كررت المرأة، ولو نفيت ألا تذكرني؟ أنا لا أعرفك يا سيدتي، أنا أختك سعدية. هل نسيت قصبة تدلة؟ هل نسيت؟ ظل الضلهادي متحصنا في صمته بينما واصلت المرأة: وحتى أثبت لك، من من بين الناس الذين تجالسهم يعرف قصة سبابة كفك اليسرى؟ أنا أعرفها. ألم تفقدها بضربة منجل؟ وأمك التي قالت لك إنها ستزوجك بنت خالتك، هل تذكر؟ بقي الشيخ متمترسا وراء سكوته، ثم في لحظة ما أحنى رأسه. كانت السعدية تعدد له ما يذكره بشبابه وبأشياء حدثت له أو كان شاهدا عليها. لم تتوقف، وفجأة صرخ: كفى! دموعه بللت لحيته، نظر إليها ثم قام من مكانه واحتضنها. أنا الحسين، هل رضيت الآن؟ لم ترد عليه. أنا هو الحسين الذي دفنته يوم خرجت من بيتنا. لم أكن أرغب في الزواج من تلك الفتاة، لأنني كنت أعرف أنها تحب آخر، ولذلك قررت أن أدفن الحسين الذي تعرفينه مع كل تلك الذكريات. لم يخطر على قلبي يوما أن أحدا سيأتي وأنا في خريف العمر ليخرج الحسين الذي كنت من غيابات الماضي الذي دفنته فيه. بدون مقدمات، في الظاهر على الأقل، انقلبت طباع عبد الناصر الرجل البشوش الذي صار مشدود الأسارير وفي كلامه حدة. صحيح أن زملائه في مصنع الأحذية حيث يعمل ربطوا ذاك الانقلاب في شخصيته بترقيته إلى منصب رئيس مصلحة الموارد البشرية، ولكن تساؤلات كثيرة ظلت تطرح لديهم في انتظار جواب قد يأتي ذات يوم وقد لا يأتي بالمرة. للذين لهم جرأة اكتسبوها من قربهم منه، كان يقول إن مهامه الجديدة تقتضي الصرامة حتى لا يطمع أحد في تخطيه والتعدي على سلطته. يظن عبد الناصر الركبة أنه ما نال منصبه الجديد إلا بفضل تفانيه في العمل واجتهاده. كان قد أمضى 15 عاما في خدمة صاحب المصنع الذي ينتج أحذية موجهة للتصدير، كانت أحذية رفيعة الجودة. يحاول عبد الناصر أن يمحو من ذهنه ثم من أذهان الذين عرفوه عاملا بسيطا صورة الشاب القروي القادم من نواحي فاس. لم يعمل عبد الناصر قبل التحاقه بمصنع الحاج عباس بن تهامي، كان عمله الأول الذي وهب له كل وقته وطاقاته. ما العيب في ذلك؟ ها هو الآن يجني ثمار تفانيه واجتهاده. قبل بضعة أشهر صار شاغرا مقعد رئيس مصلحة الموارد البشرية الذي تولته على مدى سنوات طوال المدام ثريا العزيز. كانت امرأة حازمة، تلك هي صورتها لدى كل العمال الذين عرفوها، وهو يقلدها الآن، يريد ألا يكون أقل صرامة منها. غير عبد الناصر طريقة لباسه وصارت ربطة العنق تلازمه، وصار يقال عبد الناصر الركبة
هو صاحب القرار الحقيقي في معمل الأحذية ذاك. كانت نشوته الأكبر حين يوقع لأحدهم على وثيقة إدارية كشهادة العمل، أو حين يضع توقيعه على مذكرة داخلية يحرص أيما حرص على أن يمهرها بخاتمه. عبد الناصر الركبة، رئيس مصلحة الموارد البشرية. وكما يحدث في مثل الحالات التي تنطبق على عبد الناصر، كثر الذين يطرقون بابه ويتقربون إليه، ورأى كثيرين من المحسوبين على عائلته يظهرون على السطح. وإلى كل ذلك تنضاف محاولات الإغراء والإرشاء. ومع أنه لم يثبت أن عبد الناصر ارتشى، فإن هناك في محيطه المباشر من كانوا يقولون إن الرجل انساق وإن له سناصرة يتولون اقتناص الزبائن وتحصيل الرشا. قد يكون في ذلك بعض من الحقيقة وقد لا يكون. في كل الحالات ذاك كان الوجه المعروف لدى عموم العمال، حياته الخاصة لا تهمه إلا هو. انقطع عبد الناصر عن زيارة عائلته في قريته التي لا تبعد عن مركز المهايا. كان والده قد توفي في العام 98 900 وألف، ثم 5 سنين بعد ذلك توفيت والدته. ظل شقيقه الأكبر أحمد يتولى تدبير الأرض الفلاحية التي ورثاها عن والدهما. كانت بها أشجار زيتون، ولذلك قرر شقيقه بعد أن اتفق معه أن يبني معصرة. في العام 2005 كان عبد الناصر قد بلغ 42 من العمر، ولم يكن قد تزوج بعد. ولعل فشل تجربته البعيدة الآن مع ابنة خالته تحول دون تفكيره في الزواج. في الحقيقة عدا شقيقه أحمد لم يكن في محيطه من يشجعه على الزواج. في المنزل الذي يسكنه في حي الأطلس منذ 7 أو 8 سنوات يكتري زوجان فرنسيان الطابق الثاني، وكثيرا ما صادفهما نازلين أو يصعدان السلم. قدر أن يكون عمرهما بين 35 و40 عاما. عدا تبادل التحية لم يكن عبد الناصر يقيم أي علاقة مع الفرنسيين، وقد لاحظ أنهما لا يرتبطان بمواعيد العمل المعروفة، وأنهما كانا من فترة إلى أخرى يغيبان لعدة أسابيع ثم يظهران. لاحظ أيضا أنهما لا يستقبلان ضيوفا ولا يزورهما أحد. عدا ذلك لم يكن في الأمر ما يستدعي المزيد من الفضول. كذلك كان الأمر حتى التقى ذات عصر أحد عمال مصنع الأحذية يتجول مع الفرنسيين في المدينة العتيقة غير بعيد عن ضريح مولاي إدريس. تساءل عن العلاقة التي تجمعه بهما. تظاهر بأنه لم يره. في صباح الاثنين لاحظ عبد الناصر أن ذلك العامل الذي رآه برفقة جاريه الفرنسيين يبدي حرجا كلما صادفه في طريقه أو مر أمام مكتبه ذي الواجهة الزجاجية. وقد أدرك عبد الناصر أن الرجل يعلم أنه رآه بالأمس. ناداه، ولما وقف أمامه قال له: اجلس، ما اسمك؟ عبد الله اليدري. قل لي عبد الله، كيف حالك مع العمل؟ ابتسم ثم قال: الحمد لله. كان عبد الناصر ينظر إليه بتركيز: هل تعرف لما طلبت منك الحضور؟ لا يا سيدي. على كل، أنا لا أريد أن أتحدث معك في العمل. هل أخبرتني عن الفرنسيين اللذين كنت برفقتهما أمس في فاس البالي؟ هما صديقان تعرفت عليهما منذ فترة. جيد، وماذا يعملان؟ قال لي إنهما يبحثان عن فرصة للاستثمار في السياحة في فاس؟ نعم. انصرف عبد الله اليدري. لم يكن فيما قاله ما يشفي الفضول الذي انتاب عبد الناصر. لم يكن يبدو على الفرنسيين أنهما يريدان الاستثمار في أي شيء كان. بعد يومين صادفهما في السلم، كان نازلين، بادلهما التحية، ثم فاجأه الرجل بأن قدم نفسه. حدث ذلك للمرة الأولى: اسمي برنار، برنار لوبونار. أهلا بك، أنا عبد الناصر، تشرفت بمعرفتك. كانت تلك التي ترافقه والتي قال برنار إنها داليا تنظر إليه بابتسامة عريضة. لقد حدثني عنك عبد الله اليدري، أنت رئيسه في المعمل، أليس كذلك؟ هو كذلك. عبد الله شاب لطيف،
لقد ساعدنا كثيرا في البحث عن محل في المدينة القديمة نتخذه مطعما أو دارا للضيافة. أنتما تعملان في السياحة إذن؟ ضحك بيرنار. نعم نعمل في السياحة، وأظن أنه قطاع واعد هنا في المغرب. منذ ذلك اليوم صار بيرنار وأحيانا داليا لا يفوتان فرصة لقاء مع عبد الناصر للخوض في العقار والاستثمار وأشياء أخرى لا صلة لها بهذين القطاعين. كانت نظرة عبد الناصر إليهما قد بدأت تتغير، وقد أجبرته تلك العلاقة الناشئة معهما على التنازل عن بعض كبريائه ومجالسة عبد الله ليدري العامل البسيط. لاحقا كانت تصله أصداء تتحدث عن الأمسيات التي أمضاها عبد الله مع الرئيس، كذلك كان العمال يعرفون عبد الناصر. في البداية كان يجد في ذلك إحراجا، ثم ما لبث أن أضفى على الأمر صبغة رسمية وجعل عبد الله ليدري عينه التي تراقب كل شيء في غيابه، وقد حسبها الرجل ترقية واتخذها مصدر سلطة وتسلط. صار مألوفا أن يستضيف عبد الناصر الفرنسي بيرنار لوبونار وصديقته داليا، وصار طبيعيا أن يطرق هو باب شقتهما، وشيئا فشيئا ألف سكان الحي أن يروهم معا. علم منهما عبد الناصر أنهما ينحدران من ليون، وأنه بيرنار درس الهندسة بينما هي داليا كانت منتسبة إلى كلية الآداب. في الحقيقة لم يكن لدى عبد الناصر ما يمكنه من التثبت من صدق ما يزعمان. قال لهما إنه درس التدبير في معهد خاص. كان يعلم أنه يكذب، وهو شبه موقن بأنهما كذبا قبله. حبل الكذب قصير. مساء الثامن من أبريل من العام 2000، بينما كان الثلاثة يغادرون مطعما وسط المدينة، اقترب منهما رجلان. كانا شابين لا تخطئ العين أناقتهما. قالا إنهما من الشرطة وأظهرا بطاقتيهما المهنيتين. توجه أحدهما إلى الفرنسي وطلب منه وثائق هويته. كان الآخر يراقب عن كثب داليا وعبد الناصر. تلكأ بيرنار وادعى أنه نسي وثائق هويته في المنزل. قالت داليا إنها هي الأخرى لم تحمل معها وثائق هويتها. وحده عبد الناصر أخرج بطاقة تعريفه الوطنية. بدا له أن رجلي الأمن مهتمان بالفرنسيين. عارض الذي سأل بيرنار أن يصاحبه إلى المنزل للتثبت من هويته ومن هوية المرأة التي معه. ركب عبد الناصر سيارته، وركب معه بيرنار وداليا، بينما كان الشرطيان على متن سيارة مموهة. انطلق عبد الناصر آخذا وجهة المنزل، ولكنه فوجئ بداليا التي كانت جالسة خلفه وهي تشهر سكينا رفيعا وتضعه على رقبته. رأى السكين في يدها، بينما أشهر بيرنار مسدسا صوبه إلى صدره. لم يستوعب الذي يحدث. أمره بيرنار بأن يفعل ما يطلبه منه. قال له انطلق باتجاه طريق إفران، أسرع أسرع وإلا أطلقت عليك النار. لاحظ الشرطيان أن عبد الناصر ضاعف سرعة سيارته، وأنه أخذ وجهة غير التي ينبغي أن يأخذها. حاول اللحاق به. كانت الشوارع شبه خالية. اتصل رجل شرطة بالمسؤولين وطلب توقيف السيارة التي قدم أرقام تسجيلها. لما دخلت السيارة شارع محمد الفاسي اعترضت سبيلها دورية للشرطة. توقف عبد الناصر، ولكن بيرنار كان يضع مسدسه على صدغه، ومن خلفه كانت داليا ممسكة بالسكين. أحاط رجال الشرطة بالسيارة. قال بيرنار دعوني أمضي وإلا قتلته وأنتم تنظرون. انبرى أحد الضابطين للتفاوض معه. سندعك تنطلق إن أنت أخليت سبيله. لا اتركونا نمضي. كان ضابط آخر قد انحنى، لم يكن بيرنار يراه. زحف حتى صار بمحاذاته تماما، ثم فتح الباب فجأة وجر بيرنار إلى الأسفل أسقطه. في تلك الأثناء سمع طلق رصاص. حسب الضابط أن عبد الناصر أصيب. تمت السيطرة على بيرنار، ولم تطرح السيطرة على داليا صعوبة تذكر. لم يصب عبد الناصر سوى بخدش صغير في عنقه، بينما اخترقت الطلقة النارية سقف السيارة.
في المقر الرئيسي للأمن وجد بيرنار نفسه في مواجهة حقيقته. يعلم المحققون أن اسمه جون مارك تيبو وأنه مطلوب لدى الشرطة الفرنسية لتورطه في عملية سطو مسلح على سوق ممتاز في ديجون قبل 5 أعوام. كان يظن أنه الوحيد من بين كل شركائه في تلك العملية تمكن من الإفلات. تلك التي تقول إن اسمها داليا اسمها الحقيقي أنوشكا مالو ساعدت جون مارك تيبو على الاختباء ثم على الفرار من فرنسا. التحقيق الذي شمل عبد الناصر الركبة لم يثبت صلته بالفعل الإجرامي المنسوب إلى الفرنسيين. حول مائدة في مقهى بشارع الحبيب بورقيبة جلس 4 شبان يبدو من مظهرهم أنهم لا يتجاوزون 30. كان النادل قد وضع على المائدة 4 وجبات فطور. أحد الأربعة كان يدخن بشراهة لافتة للانتباه بصوته بحة بادية. الباقون كانوا يصغون إليه وكأنه قائد يشرح لجنوده خطة ما. ثم في لحظة أمسك ذو الصوت المبحوح عن الكلام وانهمك الجميع في التهام وجبته. لم تكن الجماعة لتثير أدنى انتباه لولا أن ذا الصوت المبحوح كان يتصرف كقائد يصدر أوامره، ولولا الاضطراب الذي ظهر على ملامحهم لما تسلم ذاك الذي يبدو كبيرهم واحدة من تلك الجرائد التي كان يتعاقب عليها الزبناء. الذي استوقفهم بل استنفرهم خبر في الصفحة 4 من عدد ذلك 21 مارس من العام 2011. بخط بارز يخبر العنوان بجريمة قتل بشعة في المنستير. لا تنشر الصحيفة أي صورة. وفي الأسطر التي توجها ذاك العنوان أن امرأة 50 تعرضت ليلة السبت إلى الأحد للقتل على يد مجهولين اقتحموا منزلها. تبنت الصحيفة أسلوبا لا يخلو من التحفظ حين تحاشت الحديث عن دوافع الجريمة واكتفت بالقول إن التحقيق مستمر للوصول إلى الجناة ومعرفة الدوافع. كانت قد مرت نحو 48 ساعة على مقتل سيدة راندا بومهيدي التي كما قالت الصحيفة كانت تعيش وحيدة في منزلها. لم تذكر الصحيفة شيئا عن مهنتها. يقع منزل السيدة راندا بومهيدي في زنقة فاس، وقد آل إليها على سبيل ما تركته والدتها التي كانت سليلة أسرة ميسورة الحال. لا يعرف الجيران الشيء الكثير عن السيدة راندا، إذ لم يكن حديثها إليهم يتجاوز كلمات المجاملة العادية. كلهم حين استمع إليهم المحققون أجمعوا على أن الهالكة لم تكن تستقبل في بيتها زوارا إلا في حالات نادرة، وأنها كانت من حين إلى آخر تطيل الغياب. ما لم يكن يعرفه الجيران حتى الأكثر فضولا من بينهم أن السيدة راندا بومهيدي كانت تعمل مندوبة لشركة لإنتاج المعدات الطبية، ولذلك كانت تكثر أسفارها. سيعلم الباحثون من تلك الشركة أن المرأة كانت تحصل على نسب مئوية محترمة كلما توصلت إلى إنجاز صفقة من الصفقات، وكان ذلك مما فسر مكوثها في بيتها بالمنستير لفترات تمتد أسابيع عدا شهرين خلال موسم الصيف. لم يكن في الظاهر على الأقل ما يبرر قتل السيدة راندا سوى دافع السرقة. وقد لاحظ المحققون حين وصولهم إلى منزلها صباح الأحد أن الجناة عبثوا بأثاث المنزل وبعثروا محتويات خزانة الملابس والمكتب، ولكنهم عجزوا عن الوصول إلى الخزانة التي كانت تخفيها مرآة علقت في الممر المفضي إلى غرفة النوم. اللغز الذي يحير الباحثين يخص ذاك الشخص المجهول الذي اتصل من هاتف النقال ليبلغ عن الجريمة، قال إنه فاعل خير. بعد تلك المكالمة صار ذلك الرقم الهاتفي خارج كل تغطية. لم يكن صعبا على الباحثين الوصول إلى تحديد هوية صاحب ذلك الرقم. تبين لهم أن صاحبه مواطن تونسي يقيم في بلجيكا اسمه عبد الرزاق بولعيد. اشترى تلك الشريحة خلال مقامه في تونس قبل 4 أشهر. كان لزاما على المكلفين بالتحقيق في جريمة زنقة فاس بالمنستير أن يعملوا على استجلاء هوية وطبيعة نشاط صاحب الرقم الهاتفي إياه. كان الأمر يتطلب بعض الوقت.
أفادت نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة السيدة راندا أن الجنات قاموا بتقييد رجليها وتكبيل يدها قبل خنقها حتى الموت. يبدو أنها أخضعت لما يشبه الاستنطاق، وأنها تعرضت أثناء ذلك للضرب في أجزاء مختلفة من جسمها، كما تدل على ذلك الآثار التي رصدها الطبيب الشرعي. في الوثائق التي عثر عليها المحققون في منزلها ما يدل على أن صلتها الوحيدة بعائلتها كانت بابن عم لها يسكن في تونس، حيث يعمل مدرسا للجغرافيا في التعليم الثانوي. عثر المحققون في الأوراق المبعثرة في كل مكان في الطابق العلوي من المنزل على رسائل تبادلتها مع ابن العم ذاك لحبيب بومهيدي. وتأسيسا على تلك الرسائل التي كانت الهالكة تحتفظ بها، فهم المحققون أنه القريب الأقرب الذي بقي لها. ولذلك كان الأستاذ لحبيب أول من اتصلت به الشرطة لتبلغه بالنهاية المأساوية لابنة عمه راندا. لم يتأخر الرجل الذي اقترب من 60 في الحضور إلى المنستير. كانت برفقته زوجتهم بركة بولعيد. علم منها المحققون أن لهما من الأبناء 3، بينهم بنت واحدة تدرس في ألمانيا. كان على الحبيب بومهيدي أن يقوم بتسلم جثة بنت عمه ومواراتها مثواها الأخير. لم يتوقف التحقيق في تلك الجريمة التي دوت في المنستير، ولم يأتي الاستماع إلى الذين كانت تتعامل معهم راندا في شركة صناعة الأدوية بأي نتيجة. لم يكن فيما توصل إليه الباحثون ما يدفع إلى الشك في أي من أولئك العاملين في الشركة، ولم يتم اكتشاف أي بصمة في منزل راندا بومهيدي. كان محيرا لغز الرقم الهاتفي الذي اتصل منه ذاك الذي زعم أنه فاعل خير وأبلغ عن جريمة قتل راندا بومهيدي. كان ضمن فريق الباحثين ضابط عرف عنه دقة الملاحظة. سأل رئيسه عن اسم زوجة الحبيب بومهيدي. لم تكن المرأة معنية بالتحقيق، إذ لم يكن هناك ما يضعها موضع شك، ولكن الضابط بدا ملحا على معرفة اسمها، فما كان من رئيسه إلا أن مكنه من الرقم الهاتفي للحبيب بومهيدي. بدا الرجل وقد فوجئ وهو يرد على المكالمة الهاتفية التي جاءته من شرطة المنستير. كان الضابط يتحدث إليه بلباقة، فالرجل ما زال يعيش حداده على ابنة عمه الوحيدة التي واراها الثرى قبل 4 أيام. ثم سأله عن اسم زوجته. رد مدرس الجغرافيا بعفوية وتلقائية أن اسمها مباركة بولعيد. لم يضف الضابط سوى كلمة شكر قرنها باعتذار عن الإزعاج، وانتهت المكالمة. بالنسبة لذلك المحقق دقيق الملاحظة، فإن ما فكر فيه قد يفضي إلى فك لغز مقتل راندا بومهيدي، فقد كان في بدايات التحقيق الأولى حول تلك الجريمة قد سجل أن صاحب الرقم الهاتفي الذي استعمله ذاك الذي أبلغ عن الجريمة هو مواطن تونسي يعيش في بلجيكا واسمه عبد الرزاق بولعيد. كان في تطابق الاسم العائلي للرجل مع الاسم العائلي لزوجة الحبيب بومهيدي ما يستفز الفضول، وكان طبيعيا أن يبحث الضابط عن وجود صلة قرابة ما بين مباركة بولعيد وعبد الرزاق بولعيد. كانت قد مرت 10 أيام على الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجراه الضابط مع الحبيب بومهيدي لما عاود الاتصال به. سأله عما إذا كان لزوجته شقيق أو ابن عم أو قريب اسمه عبد الرزاق ويقيم في بلجيكا. بعفوية وبلا تردد كما في المرة السابقة أجاب الحبيب بأن لزوجته ابن عم يقيم في بروكسل منذ عدة سنوات واسمه عبد الرزاق بولعيد. مضى الضابط يسأله عما إذا كان الرجل يزوره حين يأتي إلى تونس وعن المرة الأخيرة التي زاره فيها. أكد الحبيب أن الرجل نادرا ما يزورهم في البيت، وأنه في المرة الأخيرة على سبيل المثال لم يزرهم، وأن زوجته أبلغته بأنها التقته صدفة في شارع الحبيب بورقيبة. علم الضابط من الحبيب أن الرجل كان في زيارة إلى تونس في شهر ديسمبر. علم منه أيضا أنه يعيش وحيدا منذ أن طلق زوجته البلجيكية. لما نقل الضابط تلك المعلومات إلى رئيسه صار جليا أنه من الضروري المضي بالتحقيق في اتجاه النبش حول الصلة المحتملة لمباركة بولعيد زوجة الحبيب بومهيدي بجريمة قتل راندا.
كانت مباركة تسغر زوجها 16 عاما، وبعد أن صار يعيشان وحيدين في منزلهما منذ بضعة أعوام منذ أن غادر أولادهما المنزل وانتقلوا إلى الخارج، صار يعتري علاقتهما فتور بين. كذلك قال بعض جيرانهم الذين أكدوا أن الأستاذ لحبيب رجل مسالم وطيب، بيد أن امرأته تنزع إلى السلطوية. وكان المرض الذي يعاني منه الحبيب مع تقدمه في السن مما جعلها تمعن في تجاوزه بل وتجاهله. تلك الشهادات التي استقاها المحققون من الجيران والمحيط الذي تتعامل معه عائلة الحبيب بومهيدي صبت باتجاه خلاصة أولى تفيد بأن المرأة إنما كانت تعيش منتظرة لحظة رحيله حتى يؤول إليها وإلى أبنائها ما كان يملكه الرجل من عقارات وغير ذلك مما ورثه عن والديه، هو الطمع في الإرث. ثم جاء اليوم الذي تم استدعاء السيدة مباركة بولعيد إلى مقر الشرطة المركزي في تونس العاصمة. حرصت وهي تتسلم الاستدعاء أن تسجل استغرابها للأمر. لما حضرت وقد جاء برفقتها زوجها الحبيب، أدخلت مكتبا ليس فيه سوى طاولة وبضعة كراسي، لم يسمح لزوجها بالدخول، طلب منه الانتظار. كان 4 من المحققين معها في القاعة، تراوحت أسئلتهم بين تلك التي تخص حياتها الأسرية وعلاقتها بالجيران وبباقي أفراد العائلة، وتلك التي تخص علاقتها بابن عمها عبد الرزاق. كانت تبدي بعض الانفعال كلما أتوا على ذكره، ثم في لحظة لم تكن تتوقعها قال لها أحدهم إن الباحثين توصلوا إلى ما يفيد بأنها متورطة في قتل ابنة عم زوجها رندا بومهيدي. حاولت أن تفور، ولكن البرود الذي لمسته في وجوه المحققين جعلها تنثني وتحاول أن تنفي كل علاقة لها بقتل المرأة. ثم فاجأها أحدهم بالقول إن عبد الرزاق اعترف بكل شيء. صمتت طويلا، ولما عاودوها بالأسئلة اعترفت. قالت إنها كانت قد اتفقت مع ابن عمها على تصفية المرأة لما اتضح لها أن زوجها الحبيب هو وريثها الوحيد. اعترفت بأن كل شيء تم في ديسمبر من العام 10 و2000، وأن عبد الرزاق تكفل بإيجاد القتلة، كان يعرفهم واتفق معهم على تصفية المرأة لقاء مبلغ هام. زعمت مباركة أنها لا تعرف أولئك المجرمين. وضع المحققون خطة ألزم مباركة بالمشاركة فيها، طلبوا منها أن تتصل بابن عمها الذي كان عشيقها في الآن نفسه، وأن تبلغه بأن زوجها يحتضر وأن عليه أن يحضر إلى تونس لإتمام ما اتفق عليه في السابق. بعد 3 أيام كان الرجل يدخل تونس من مطار قرطاج، اعتقل ووجه باعترافات مباركة. يوم مضى رجال الشرطة للقبض على رأس العصابة ذاك الذي بصوته بحة، وجدوه في حالة سكر بين في إحدى الخمارات.